تهيأ الوضع جلياً للقمر الصناعي لاستكشاف ما تخفيه الصحراء السعودية في باطنها، وظهر للعلن حقيقة مثيرة تم إخفاؤها عنوة حتى لا تثير جدلاً واسعاً في أوساط بلاد الحرمين الشريفين. فما القصة؟ غموض لاذع ومعطيات فادحة الخطر وحقائق مخفية اختفت عنوة عن أعين البسطاء حتى لا تتطرق إلى ما يؤرق أصحابها وتفتح عليهم أبواباً من المطالبات بشأن ما تم العثور عليه في صحراء المملكة. فالصحراء الشاسعة الهادئة حملت في طياتها سراً غامضاً لمئات السنين حافظ عليه أصحابه، لكنهم لم يحسبوا حساباً لتقنيات العصر الحديث التي استكشفت الوضع جلياً ووضعت ورثتهم في مأزق بسبب الرغبة في ضياع الحقوق. ظاهرة استثنائية تظهر للعلن وكأنها مجموعة من القبور التاريخية لشخصيات سكنت بالقرب من هذه الأماكن شمال غرب المملكة العربية السعودية، لكن بينهما تجسد السر التجاري الغامض والحياة الإنسانية التي أخفاها التاريخ عنوة. شبكة طرق تجارية يبلغ عمرها نحو 4500 عام تقريباً وربما أكثر من ذلك، حيث تشير الممرات الجنائزية إلى وجود شبكة علاقات اجتماعية متطورة قبل 4500 عام امتدت عبر مساحات شاسعة من شبه الجزيرة العربية. وحاولت المملكة توثيق جذورها الضاربة في التاريخ منذ آلاف السنين كواحدة من الحضارات العظمى والأولى في العالم، وهو ما تمكنت من استكشافه الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالشراكة مع جامعة غرب استراليا. وتفيد الاستكشافات الجديدة أن سكان مناطق شمال غرب الجزيرة العربية القديمة قاموا ببناء تلك الممرات الجنائزية الطويلة، وهي عبارة عن مسارات رئيسية محاطة بآلاف المعالم الجنائزية التي كانت تربط بين الواحات والمراعي. لكن المفاجأة شديدة الأثر في هذا السياق أن الاستكشاف الأثري يعكس درجة عالية من الترابط الاجتماعي والأسري والاقتصادي بين سكان هذه المناطق تحديداً في الألفية الثالثة قبل الميلاد. ويأتي نشر نتائج الاكتشاف في مجلة The Holocene تتويجاً لعام كامل من التقدم الهائل الذي أحرزه فريق جامعة غرب استراليا والذي يعمل تحت إشراف الهيئة الملكية لمحافظة العلا في توثيق قدام الجزيرة. وعلى هذا وجهت الإدارة السعودية رسالة عاجلة بشأن استمرار جهود البحث والتوثيق لمسيرة سكان شبه الجزيرة العربية منذ آلاف السنين، وكذلك البحث في كافة الضروب عن التاريخ المنسي عنوة، حيث أشار الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو بن صالح المدني إلى أن شمال غرب شبه الجزيرة العربية لا زال يحمل الكثير من الأسرار في باطنه ويبرهن على حضارة المملكة الممتدة في التاريخ. واستطرد بالقول: كلما عرفنا أكثر عن السكان القدامى لمنطقة شمال غرب شبه الجزيرة العربية كلما استوحينا المزيد في مهمتنا لكشف الطريقة التي كانوا يفكرون بها وكرموا أسلافهم وتفاعلوا مع العالم الأوسع. فبرأيكم هل هناك حضارة مخفية في صحراء المملكة العربية السعودية لم يكشف عنها بعد؟